السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدنا إخوان بخير، لبس عليكم، صحيحتكم لبس، أموركم هانية. كداز رمضان عندكم مزيان، لبارك نودعوا فيه الحمد لله على كل حال. المهم الإخوان، كيف ما العادة قبل ما نبدأ الدرس ضروري كندير واحد المقدمة خفيفة. علاش هاد المقدمة اللي كندير ديما كنستدر كندارك في هذاك الشيء اللي فاتني قبل أو لشي أغلاط قلتهم كنحاول نقولهم في المقدمة هنا باش نستمروا ان شاء الله باذن الله، يعني نستمروا في منحى ايجابي ان شاء الله. كاينه واحد المساله ذكرتها في واحد الفيديو نبهوني عليها بعض الاخوان صراحه، وكان هذا خطا مني وحتى خطا في البحث ديالي، انني ملي بحثت اعتمدت على واحد المصدر اللي صراحه كانت هذه المساله هذه المعلومه اللي عطى خاطئه، يعني بحكم انني وجهوني بعض الممالي الله يجزيهم بخير، وهم متابعيني دابا وكيشوفوني، كنقول لهم شكرا من هذا المنبر انكم متابعيني وكتركزوا معايا على شي امور وكتحاولوا توصلوها لي بواحد الطريقه ونحاول انا نستدركها. كنت هضرت في واحد الدرس واحد الفيديو على خميره الشعير، وانا صراحه هذه المساله كنت درتها حتى انا الفراخ ديالي وهي خاطئه، يعني مساله خاطئه. انا كنحاول نداركها رغم انني راه كيف ما قلت لكم راه انا كنت كنعطيها الفراخ ديالي بهذه الطريقه الخاطئه. بالنسبه ل كنت هضرت على خميره الشعير لا فير دو بيير، وكنت قلت بان راه كتخلط مع الماء، هي هذا مشكل وهذا خطا كدرته انا كنصادر لكم، هو ما كيتخلطش مع الماء، ممكن انك تخلطها مع الباطي او مع خيز باش تخلطها مع الماء، لا يعني هذا خطا انا كنت درته وتانا الحمد لله نبهوني عليه، وانا حاولت انني ما نكونش يعني باغي غير نركب على الموجه او لا نسبه المشاهده كما كيقولوا بعض الاخوان ولا هادي، انا بالعكس كنبغي نوصل المعلومه واللي جات من وراء هذا الشيء مرحبا بها. المهم انا هذا كنحس به تقليد، هذه المساله هذه كنحس بها انا تقليد، ما بغيتهاش تكون تابعاني. الموت والحياة، هذه إنسان يموت ولا شي حاجة يخلي واحد الرسالة وراه كاذبة رغم أنه عرفها كاذبة. المهم أنا كنت دارك هذه المسألة وأنا قلتها للإخوان الناس اللي متبعيني، وكنقول شكرا وجزاكم الله خيرا الناس اللي نبهوني عليها، وهذا هو المضنون فيكم، لأن هذا الشيء اللي كندير أنا دابا أنا راه كيف ما قلت لكم وكيف ما غنبقى نقول ديما أنا غير ناقي المعلومات، غير كنحاول نتحرى الصواب من الخطأ قد ما قدرت، وحتى الاخطاء ترى مع لي كومونتير والدراري اللي متبعينا وداكشي راه كيحاولوا ينبهوك بواحد الطريقه. هذه من جهه، من جهه اخرى ان شاء الله تعالى السلسله حنا باقيين غاديين فيها. اليوم غيكون الدرس الخامس على ما اظن، الدرس الخامس ان شاء الله تعالى. واحد المساله بغيت نوجهها لبعض الاخوان، الناس انا عارف الاخوان اللي متبعيني هنا كاين اللي محترفين تبارك الله ما شاء الله، كيقول لك في التعاليق ولا شي حاجه، يعني تعليق ولا جوج كيقول لك اودي حنا هادشي عارفين ودوز معنا شي حاجه قاصحه. بغيت نقول لكم من هذا المنبر الله يجزيكم بخير، انا كنتبع على حساب الفئه اللي كتابعني، الاغلبيه ديال الناس اللي كتابعني هادشي اللي كنقول وباقي ما فاهمينوش وباقي كيجيهم صعيب، كيقول لك بسط لينا قد ما قدرتي، يعني لا حاولنا ندخلوا في مسائل علميه غنتلفوا كل شيء. كنقول لكم من هذا المنبر اخوان الناس اللي عارفين واللي كيتسناو مني انني ندخل في شي مواضيع اللي شويه قاصحه، كنقول لكم من حد هاد الاخوان اللي متبعيني بزاف اللي هما بزاف باقي ما فاهمينش وغاديين معنا ضربه ضربه، يعني انا كنشوف الاسئله ديالهم وداك الشيء محدهم غاديين معنا بهذا المنحنى، غنبقى غادي حتى انا بهذا المنحنى لانني غادي مع الاكثريه، الاكثريه اللي متبع قناه ابو انس يلاه بادي، وكاين اللي باقي ما عندوش البادجي ولكن متبعني الحمد لله وكيحب هالطائر. هذه رساله للاخوان، الناس اللي مزروبه وباغا تعرف مسائل علميه راه ممكن انني نشير لكم القنوات اخرى اللي هي علميه محضه، بحال قناه خويا ديال الاخ محسن جداوي جي ام 88، هذاك السيد كيهضر بمسائل علميه وبروموز وكذا، اللي اغلبيه من هاد الناس اللي كيكومونطري كيقول لك عطينا القاصح باقيين ما عارفينهمش، يعني دخلوا عنده وتبعوا معاه السلسله. بغيتو تبقاو متبعين معايا انا في هاد السلسله غنقول لكم صبرا صبرا حتى يفهموا هاد الناس، انا نقدر نكون باغي ندير خمسه الحلقات ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه ولا تسعود ولا عشره
نقدر نوصلها حتى لعشرين وثلاثين واربعين ونعود ونكرر 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 حتى يفهموا هاد الناس، وهاد الناس اللي يقول لك صافي حنا راه فهمنا دوز معانا شي حاجه اخرى، وديك الساعه غنطلق. هادشي اللي بغيت نوصل لكم الاخوان، وسمحوا لينا على هاد المقدمات، ولكن راه هادشي راه ضروري حيت انا كنقرا التعاليق وداكشي. كنحاول انني نقوله في البدايه ديال الفيديو. اليوم الفيديو ديالنا غيكون حول الصفه المتناحيه المرتبطه بالجنس. حاولوا الاخوان تركزوا معنا مزيان في هذه الصفه، لانها مهمه جدا مهمه جدا في بعض الطفرات دابا اللي حاليا في السوق شويه مزيانين، يعني الطربيه ديالهم مزيانه، غتنفع بزاف الاخوان هذه المساله هذه. يعني حاولوا انكم تركزوا معنا، حاولوا نديروا ورقه وستيلو ونشرحوا شي امور اللي هي بسيطه وسهله وباذن الله تفهموها. من بعد ان شاء الله من بعد هذا الدرس غنحاولوا عاوتاني نجمعوا ما بين الدروس، غنحاولوا نجمعوا ما بين الدروس يعني ديال الصفات اللي ذكرنا، نحاولوا نجمعهم، ونقدر انا هاد الفيديوهات كاملين نجمعهم في فيديو واحد، يعني تتقولوها لي في التعاليق نجمعهم في فيديو واحد ونلوحوا عاوتاني في القناه. ومن بعد غنبداو نجيبوا الطيور، هذا طائر متنحي، هذا سائد، هذا مرتبط بالجنس، كيفاش غنعرفوا اشنا هي الصفه ديالو باش كيتميز، هادشي غنبداو نجيبوه ضربه ضربه باش الاخوان يفهموا معنا ان شاء الله. باش ما نطولش معكم نخليكم مع الشرح ان شاء الله تعالى، وسمحوا لنا على هذه المقدمه، الله يجزيكم بخير. المهم الاخوان كيف ما كتشاهدوا معنا، اليوم غنهضروا على الصفه المتنحيه المرتبطه بالجنس. من بعد ما هضرنا على الصفات السائده وعلى الصفات المتنحيه، ومن بعد وقبل منا هضرنا على التعريف ديال الصفات الوراثيه، يعني هاد الدروس كيف ما قلت غنحاول انني نديرهم في فيديو واحد ان شاء الله تعالى، باش الاخوان يعاودوا يراجعوا معنا وندوزوا لحوايج اخرى ان شاء الله تعالى. اليوم غنهضروا على الصفات المتنحيه المرتبطه بالجنس. عندنا هنا كيف ما كتشوفوا في الصوره، هما نورمالمون غيكون كاينين شي 8 صفات اولا 9 صفات. اليوم عندي انا كتحضرني 7 صفات واللي هما مهمين، هما صراحه ماشي 7 صفات، هما الاصل ديالهم هنا غير 5 صفات، غير هنا كاين واحد الشرح انا غنشرحه لكم ان شاء الله فيما يخص الاينو. كيف ما قلت لكم هاد الصفات دابا حاليا الحمد لله راه غتلقاهم موجودين في السوق، وعندهم واحد القيمه، عندهم واحد القيمه يعني شويه قيمه زوينه من ناحيه الثمن وداكشي، خصوصا في يعني في صنف الهوغورومو، يعني هادو في صنف الهوغورومو شويه دايرين الثمن اللي اثمنه شويه طالعه في السوق. داكشي علاش انا حاولت نركز لكم على هذه الصفه لانها مهمه. عندنا الصفات المرتبطه بالجنس، كاين عندنا الاينو بصفه عامه، علاش قلت لكم هنا راه مقسمين على ثلاثه. الاينو بصفه عامه، الاينو هو اللي كتكون عينه حمراء، ومهم انا غنحاول انني نبين لكم من بعد ملي غنجيب نوريكم شنو الفرق ما بين الاينو واللاسوينغ والفالاو، حيت هادو كلهم عينيهم حمرين، شنو الفرق بيناتهم، هادشي غنهضروا عليه ان شاء الله. المهم الاينو راه معروف، الاينو كينقسم لثلاثه الاقسام، كاين اللاتينو اللي هو الاصفر، وكاين عندنا الالبينو اللي هو الابيض، وعندنا الكريم كريمينو. الكريمينو هو يعني بحال كنقولوا حنا فيه الابيض والاصفر، بحال كنقولوا حنا جولدن، بحال كنقولوا جولدن كريمينو، يعني الاينو كيتقى هو فيه ثلاثه، فيه اللاتينو الالبينو الكريمينو. هذه يعني طفرات الاينو، هذه طفرات الاينو بصفه عامه، طفرات الاينو وفرق ما بينها وبين لاسوينغ غنذكره ان شاء الله تعالى. عندنا الصفات المرتبطه بالجنس الاوبالين، اللي هي مهمه انكم تعرفوها راه صفه مرتبطه بالجنس، عقلوا على هذه المساله مزيان. الناس اللي باغا تخدم الرينبو وباغا تخدم يعني حيت هو مهم في التركيبه ديال الرينبو، هو راه مرتبط بالجنس عقلوا عليه. وهذا مرتبط بالجنس انا غنشرح عليكم دابا ان شاء الله كيفاش وكيفاش تحصلوا عليه. عندنا السينامون معروف، حتى هو معروف السينامون، وعندنا التكساس اللي لا يخفى على احد حاليا، وعندنا اللاسوينغ. اللاسوينغ الفرق بينه وبين الفالاو والاينو غنذكره حتى هو ان شاء الله تعالى.
عندنا اللاسوينغ. اللاسوينغ اما كيكون اللاسوينغ ابيض او لا كيكون اللاسوينغ اصفر او لا كيكون اللاسوينغ بحال الشكل ديال الكريمينو، يعني حتى هو فيه ثلاثه، فيه ثلاثه غير هنا ما ذاكريناش. المهم حاولوا تحفظوا معنا، عندنا اللاتينو، البينو، كريمينو، اوبالين، سينامون، تكساس، كلير بادي واللاسوينغ. عقلوا على هاد الطفرات مزيان وحفظوهم، حيت ملي غنديروا ان شاء الله هنا الشرح وغنضربوا نديروا المثل غيسهل عليكم. ملي غنديروا هنا واحد الجدول هنا وغنصايبوا داكشي غيسهل عليكم كيفاش تعرفوا هاد الصفات المرتبطه بالجنس. يعني المهم عندنا هما تحفظوها، الاينو يعني باقسامه اللوتينو والالبينو والكريمينو، الاوبالين اما ازرق او اخضر، السينامون، تكساس كلير بادي تا هو فيه الجولدن وفيه الخضر وفيه الازرق، واللاسوينغ تا هو بنوعيه الابيض والاصفر ان شاء الله تعالى. المهم عقلوا على هذه المسائل، هادو هاد الطفرات اللي ذكرت مرتبطه بالجنس، هذه اللي بغيتكم تحفظوا، علاش انا كنحاول نكرر الكلام ديالي، لان كيقول لك ما تكرر تقرر، انا كنحاول نكرر الكلام ديالي. هاد الطفرات هما عندهم صفه ديال متناحيين مرتبطين بالجنس، وحنا غنشرحوا هاد المسائل ان شاء الله تعالى. المهم عقلوا معنا على هاد المسائل. المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا هنا كتبت لابد من هذه الصفه في تحديد الذكر من الانثى، يعني قبل ما نعرفوا الناتج ديال هاد الصفه خاصنا نعرفوا الذكر من الانثى، يعني الذكر من الانثى. وعندنا ثلاثه الحالات اخوان، هاد المساله اللي قلت لكم ما غتبدا تبان لكم حتى ملي غنبدا دابا نشرح بالستيلو غتفهموها مزيان ان شاء الله، حيت انا حاولت نقلب على ابسط طريقه واسهل طريقه باش نوصل لكم هاد المعلوم. ركزوا معنا مزيان وحاولوا نتوما تكون عندكم ورقه وستيلو وتكتبوا هاد الشيء اللي كتبت. في هاد المساله عندنا ثلاثه الحالات. الحاله الاولى احنا اول حاجه غنحاولوا ناخذوا مثال، نضربوا مثال احد الصفات. دابا الاخوان ملي غنهضر على مثلا، دابا انا غنعزل اللاتينو غنهضر على اللاتينو، هادشي اللي غنقول على اللاتينو كينطابق على الالبينو وكينطابق على الكريمينو وكينطابق على اوبالين وكينطابق على السينامون وكينطابق على التكساس كلير بادي وكينطابق على لاسوينغ. يعني هاد القاعده اللي غنهضر دابا فيها على الاينو كتحطها على هادو كاملين، يعني ممكن انك تحطها على هادو كاملين. وعقلوا على هاد المساله باش ما يجيش شي واحد يسولني ملي غنبدا نشرح هاد المساله يسولني شي سؤال انا ديجا قلتو على اللاتينو ولكن هو غيذكر لي التكساس، غنقول ليه راه بحال التكساس بحال اللاتينو في المعامله، يعني كيفاش غتنتج منهم، يعني راه بحال بحال. علاش؟ حيت هما كلهم مرتبطين بالجنس، كلهم مرتبطين بالجنس، يعني كتنطبق عليهم نفس القاعده. وعقلوا على هذه مزيان وركزوا عليها. دابا اليوم هاد الساعه غنحاول انني نضرب مثال، غندير ها انت مثال غنضرب طفره الاينو باش تفهموا، وغنعزلوا من طفره الاينو اما الالبينو اما اللاتينو اما الكريمينو. انا حاولت انني نعزل اللاتينو، يعني راه بحال كنهضر على الالبينو وعلى التكساس وعلى كل شيء، على هادو اللي ذكرت كاملين. دابا عندنا الحاله الاولى. الحاله الاولى اول حاجه لابد خصنا نديروا واحد جوج رموز باش غنمشيو عليهم. عندنا الرمز اكس اكس، الرمز اكس كيدل على الذكر، عقلو مزيان. وعندنا الرمز ايغريك كيدل على انثى، باش يسهل عليكم الشرح. في الحاله الاولى غنجيبو ذكر وانثى بجوجهم لاتينو، بجوجهم عين حمراء صفرين لاتينو. هذه الحاله الاولى سهله ان شاء الله، مادام جبنا ذكر لاتينو مرتبط بالجنس وانثى لاتينو مرتبط بالجنس، امر طبيعي ان الاولاد كلهم غيخرجوا عندنا هنا لاتينو ذكور واناث، بشرط هاد اللاتينو يكون بير. يعني ملي غنقولوا البينو البينو صافي، غنقولوا كريمينو كريمينو صافي،
غنقولوا لاتينو، لاتينو صافي يعني ماشي لاتينو بورتور ديال الازرق، هادشي غنهضروا عليه من بعد. العش كامل غيبان عندنا لاتينو، حيت شي وحدين غيقول لك اودي انا جاو زوج ذكر لاتينو صفر مع انت لاتينو صفراء، ولكن خرج عندي البيض، خرجوا عندي اولاد بيضين، وانت قلتي لا غيخرجوا اولاد صفرين. هنا غنقول لك الجويجه ديالك الذكر، الذكر اولا النسوه حاملين واحد الصفه اخرى اللي هي الصفه المتنحيه اللي هضرنا عليها داك النهار، هي الزرقاء، داكشي علاش بانوا عندك اولاد بيضين. المهم هادشي غنهضروا عليه من بعد، هذا الميساج وصلته غير الناس اللي فاهمين شويه. غيقول لك علاش قلتي عندنا العش لاتينو، غنقول لك لاتينو، غنقول لك قلتو بحكم ان الذكر والانثى لاتينو صافين 100%، غيبان عندنا اللاتينو، هذه قاعده مهمه عندنا. دابا غنحاولوا نذكروا الحاله الثانيه، عندنا الحاله الثانيه ديما المثال غنضربوه باللاتينو. قلنا هنا غنهضروا بالرموز، عندنا اكس اللي هو الذكر، وعندنا ايغريك اللي هي انثى، هذه ديما غنبقاو نهضروا بها. دابا باش غتفهموا الصفه المرتبطه الجنس بالجنس بهذه الحاله الثانيه والثالثه ان شاء الله. الا جبنا الذكر مثلا، الذكر هو اللاتينو والانثى هي عادية، انت عادية ماشي لاتينو، يعني صفتها صفة عادية. هنا غيبان عندنا قضية ديال الشرح ديال الحالة المرتبطة بالجنس، علاش قلت لكم هنا لابد من تحديد الذكر والانثى راه في هذه الحالات. إلا كان عندنا الذكر لاتينو مباشرة عقلو ديما هذه الصفة المرتبطة بالجنس، هذه المسألة عقلو عليها مهمة مهمة بزاف، مباشرة كيعطينا مع الأنثى العادية إناث لاتينو، يعني ملي غيبان عندنا في العش ديال ملي غنزوجو الذكر لاتينو مع أنثى عادية وغيبان لينا في العش عين حمراء، بلا ما نتسناهم أنهم يفرزوا لينا ذوك الولاد واش نتاوي ولاد كرة، مباشرة غنعرفوهم نتاوي واخا هما باقي الحيمات، هذوك غيكونوا إناث مباشرة، حيت هذه هي يعني هذه هي الميزه اللي كيتميز بها الصفه المرتبطه بالجنس، انه ملي كنضربوه مع نتوى عاديه مباشره كيعطينا الاناث. حيت شحال من واحد كنقول ليه كيوريني شي كوبل كيقول لي الذكر راه عينو حمراء والنتوى راه عاديه خضراء او لا زرقاء وبانوا عندي شي حاجه عين حمراء، كنقول ليه هذيك اللي عين حمراء بانوا عندك غيكونوا اناث، لان الذكر يورث الاناث، كيورث الصفه ديالو ظاهره في الاناث، بخلاف الحاله الثالثه اللي غنذكروا عليها. نذكروها، ركزوا معنا مزيان الاخوان، واخا الفيديو طويل راه مهم انكم تركزوا معنا فيه. هنا ذكرنا نتوى عاديه، ملي غنكوبيو مع نتوى عاديه هنا اش غيوقع، اش غيوقع هنا غيكونوا اناث، غيكونوا اناث لوتينو، والذكور الذكور هنا غيكونوا عاديين في الانتاج، عادية، ولكن عندهم واحد الشرط انهم غيكونوا حاملين للصفة المرتبطة بالجنس. بمعنى هنا قلنا غيبانوا عندنا اناث لوتينو، هنا غيكونوا عندنا اناث لوتينو مباشره، غيبانوا عندنا اناث لوتينو ياك، وهنا غيكونوا ذكور عاديين، حيت هنا راه فرقنا ما بين الصفتين، ماشي نفس الصفه اللي هضرنا هنا على النوبه الاولى. هنا غتكون يكونوا عندنا اناث لوتينو مباشره غيبانوا عندنا في العش، والذكور غيكونوا عاديين ولكن حاملين للصفه ديال اللاتينو. من جابوا هاد من حملوا هاد الصفه عن طريق الذكر، الذكر ورجها للذكور، يعني ولاو بورتور لاتينو او لا بورتور تكساس
اولا بورتور سينامون اولا بورتور لاسوين، يعني قلنا غنهضروا على هادو بمثال ديال واحد. فهمتوا الاخوان؟ المهم حاولوا انكم تعاودوا هاد المساله باش تفهموها. دابا ندوزوا للحاله الثالثه. عندنا الحاله الثالثه، ديما غنرمزوا الاكس هو الذكر والايغريك هي النتوه. هنا غيكون عندنا العكس ديال هنا، غنديروا الذكر هو اللي عادي، اسمحوا لي غنرمز ليها بالدال، هو اللي عادي، والانثى غتكون هي اللاتينو، يعني انثى لاتينو. سمحوا لي الخط ديالي هادشي اللي عطى الله، انا اختي اصلا خايب ملي كنت كنقرا من الثانوي هو خايب. خير ان شاء الله. المهم عندنا هنا عندنا الذكر عادي، عندنا الذكر عادي والنتوى لاتينو. هنا غنشوفوا الانتاج، هنا فين غيكون الفرق ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه، هنا فين غنذكروا هذه المساله. انا كنحاول الاخوان نبسط قد ما قدرت، هذا الشيء راه ابسط ما يمكن نقدر نبسطه لكم. هنا الذكور، هنا غيكون عندنا ملي غنزوجوا ذكر عادي مع نتوى عادي عاديه، مباشره الانتاج كله غيكون عادي. لاحظتوا هنا اللاتينو راه ورت لينا الاناث، بانوا عندنا الاناث، هنا ما غيبانوا عندنا لا اناث لا ذكور لاتينو، غيبان عندنا كل شيء عادي، كل شيء عادي. هنا الفرق ما بين الانثى في في الصفه المرتبطه بالجنس والذكر اللي مرتبط في الصفه المرتبطه بالجنس، هذا هو الفرق بيناتهم، ان الذكر كيوري كيبين لينا في العش مباشره، والانثى غير كتورث لينا، غير يعني كتورث لينا. هنا غيكون الانتاج كله عادي، غير حاجه وحده، هذا الانتاج العادي غيكونوا الذكور فيه، قلنا ديما اكس هو ذكر، غيكونوا الذكور فيه حاملين للصفة المرتبطة بالجنس، الذكور غيكون عندنا بورتور ديال اللاتينو اللي هي اللاتينو، حنا ذكرنا بالمثال ديال اللاتينو، الذكور مباشرة غيتورثوا الصفة من مهم، الذكور العاديين اللي بانوا عندنا غيوليو هازين الدم ديال لاتينو او لا سبليت لاتينو او لا بورتور لاتينو، فهموها كيف ما بغيتوا، انا عطيتكم ثلاثه المعاني ديالها. بخلاف الاناث، الاناث ديال هذا الانتاج غيكونوا عاديين، ها هي حنا قلنا ايغريك هما الاناث، ايغريك هما الاناث، ها هي اناث، غيكونوا اناث عاديين ما حاملين حتى شي صفه، ما حاملين حتى شي صفه، يعني اناث غيبقاو عندنا عاديين، بخلاف خوتهم الذكور اللي تزادوا عندنا في العش غيكونوا هازين الصفه ديال المرتبطه بالجنس. المهم انا حاولت نعطيكم شرح بسيط، حاولوا تعودوا معانا، صوروا هذه الورقه وراجعوا معايا وان شاء الله غتفهموا. انا هادشي حاولت نبسطه، عاده من بعد ملي غنحس بكم بالتعاليق انكم فهمتوا وما كاينش حتى شي مشاكل، غندوز للمرحله ديال الانتاج وكيفاش غنتحكموا في الانتاج وكذا، هادشي جاي ان شاء الله. المهم انا الدرس ديال اليوم كيبان ليا طوال بزاف، وحاولت انني ما نكثرش عليكم، واخا راه داكشي راه كثير الشرح ديالو كثير، حاولت انني نبسطو قد ما قدرت. نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوه واستوعبتوه، ونتمنى من الله يعني يعجبكم هذا المضمون. وسمحوا لي بزاف، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش الضغط على الجرس باش ديما يجيكم الجديد. وسمحوا لنا بزاف كنطولوا عليكم، ولكن الله غالب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.